أخذ الخمسة أرغفة والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا للجمع. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أمين. معجزة الخمس ترغفة والسمكتين، يمكن بنسمع المعجزة دي كتير جدا وبتتكرر على مسامعنا، وده لأهميتها وإيه الهدف منها. السيد المسيح قضى 3 أعياد فصح في حياته التبشيرية، 3 سنين الأخيرة. عيد الفصح الأول قضاه في عرس قانا الجليل لما حول الماء إلى خمر. عيد الفصح الثاني قضاه في هذه المعجزة، المعجزة تدور أحداثها في زمن الفصح، لما أخذ الخمس ترغفة والسمكتين وبارك وأشبع الجموع. عيد الفصح الثالث هو خميس العهد بالليل لما حول الخبز والخمر إلى جسده ودمه. وكأن السيد المسيح من بداية حياته التبشيرية بيجي كده في عيد الفصح ويدي جرس تنبيه لما سيحدث في الفصح الأخير. ماء يحوله إلى خمر، قليل من الطعام يشبع به جمع كبير، وفي النهاية الخبز والخمر يصيران جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا، فيهم ملء اللاهوت. ونشوف هنا في المعجزة، عشان كده أنا قصدت أقرأ الآية دي، نفس الأفعال اللي بنسمعها في ليلة ألامه. أخذ وشكر وبارك وأعطى التلاميذ، نسمعها في معجزة اليوم. أخذ الخمس ترغيف والسمكتين ونظر إلى السماء وشكر وبارك وأعطى التلاميذ ليعطوا المتكئين. وكأن يسوع المسيح يؤسس دور التلاميذ، أنتم أمناء على توصيل سر الإفخارستية لكل من يؤمن باسمي. ولما نيجي نبص لمعجزة اليوم كده ونفك رموزها، نلاقي كده في نهاية المعجزة بيقول لنا زاد كام سلة أو كام قفة من القصر؟ 12. و12 يعني 3 في كام؟ 3 في كام؟ في 4. 3 رمز ثالوث، و4 جهات الأصلية، أي كلمة الله على الـ12 تلميذ يرسلوها إلى العالم أجمع. الإفخارستية على تلاميذ المسيح إن هم يذهبوا بها إلى العالم أجمع. اليهود فقط؟ لا، كل العالم. هم كانوا فاكرين اليهود فقط. طب تعالوا نشوف معجزة تانية شبه دي كده السيد المسيح عملها، أشبع فيها كام؟ 4000. ما كانش محدد لنا عدد السمك، كان يقول لنا كده قليل من السمك، وبارك وأعطى وأشبع 4000. الـ5000 بتوع النهاردة كان معظمهم من اليهود، الـ4000 كانوا معظمهم أمميين، أي وثنيين مش من اليهود. وكأن السيد المسيح بالمعجزتين دول عايز يقول لتلاميذه وللكنيسة، خدي بالك يا كنيسة، جسدي ودمي مش قاصر على فئة، مش قاصر على جماعة معينة. ذبيحة الصليب مش لمجموعة بس، أنا جيت لأجل خلاص العالم أجمع،
لكل من يؤمن باسم يسوع المسيح، سواء من أصل يهودي، من أصل وثني، ملوش أصل، أيا كان، كل من يؤمن باسم يسوع المسيح الناصري يستحق أن يأكل جسدي ويشرب دمي ويحيا بهما. وده اللي فهموه التلاميذ بعد كده، حتى بعد أحداث القيامة والصعود والعنصرة، بطرس ما زال يفكر أدخل بيت وثني ولا ما أدخلش، نبشر في البيوت الوثنية ولا ما نبشرش، ويحصل جدال في الكنيسة الأولى، ناكل مع الأوثنيين ولا ما ناكلش، إحنا مرسلين لليهود اللي في العالم ولا للكل، إلى أن يشاء يسوع المسيح يوضح بالروح القدس لا، افهموا كل اللي أنا عملته معاكم زمان، أنا من أجل الكل، انفتحوا على الكل، بشروا للكل، واللي يقبل هو ده يستحقني، واللي ما يقبلش خلاص هو حر. وده يجي دورنا إحنا النهاردة، علي أني أفهم ده، إذا كان السيد المسيح قدم ذاته من أجل الكل، الكل بمختلف الأنواع، إحنا ليه نقفل على نفسنا؟ ليه نرفض الآخر؟ ليه ما أقبلش اللي يختلف معايا؟ ده السؤال اللي لازم نفكر فيه النهاردة. لو على مستوى الكنيسة والطوائف، هل أنا بقبل الطوائف الأخرى؟ لو على مستوى الإنسانية، هل أنا بقبل اللي بيختلف معايا في عقيدتي، في إيماني؟ مطلوب مني أني أفتح قلبي للكل، الكل من حقه يشوف المسيح الساكن جوايا، الكل من حقه يشوف صورة يسوع المسيح الساكن جوايا، علي أني أنشر رائحة المسيح الزكية، زي ما سمعنا في الإنجيل امبارح، الناس اللي كانت موجودة في قداس امبارح، إحنا كملح الأرض، شوية ملح صغيرين نحطهم على حلة قد كده تدي طعم للحلة كلها، للطبخة كلها، شيل شوية الملح الصغيرين مش هيبقى لها طعم. كذلك إحنا في العالم ملح، ملح قليلين، لكن ننشر رائحة المسيح الزكية. سر الإفخارستية اللي بنتناوله كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر على حسب، إن ما كانش يجعلني أحيا بيسوع المسيح يبقى أنا ما استاهلهوش، يبقى أنا باجي أتقدم كعادة كده بتعودت أني أتناول بدون ما أكون أنا واعي السر العظيم اللي أنا بتناوله، السر العظيم اللي سيدي قاعد يمهد له 3 سنين. نطلب كده النهاردة من ربنا نعمة أني أدرك عظمة هذا السر، سر الأفخارستية، أني أنا ويسوع نتحد مع بعض، نتحد مع بعض اتحاد كامل، السيد المسيح يسري في جسدي، أنا الضعيف الخاطي الغير مستحق، بيوجه لي دعوة كل يوم في القداس، تعالى لنتحد سويا، اطرد المخاصمات، اطرد الافتراقات اللي احنا حاطينها ما بيننا وما بين البعض وما بين الناس، اقبل الكل وتعالى علشان تقبلني انا كمان النهاردة. ربنا يدينا نعمة الروح القدس اللي بيها نقدر نستمتع فعلا بسر الأفخارستية، لنحيا مع يسوع المسيح إلى أبد الأبدين، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين.